يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وعلى شمال الصعيد حار، على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 17 والجو فيها معتدل. في الإسكندرية 27-14 والجو فيها أيضا معتدل. في مطروح 25-12 والجو فيها معتدل. في بورسعيد 29-16 والجو فيها أيضا معتدل. وفي الإسماعيلية 30-14 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 29 درجة والصغرى 15 والجو فيها معتدل. في العريش 27-14 والجو فيها معتدل. في طابة 26-14 والجو معتدل. في شرم الشيخ 28-17 والجو أيضا معتدل. وفي الغردقة 28-15 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة والجو فيها حار. في أسوان 32 درجة والصغرى 16 والجو فيها أيضا حار. في الوادي الجديد 32-13 والجو فيها معتدل. وفي شلاتين 25-17 والجو مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 24-17 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.